كيس يا مالك البلاد جحجح يا طير الحر وقطع عنانك الغابه راك حميه والجنان جنانك لا يا سيدي خدامك وراك وقدامك توحشني بتوم على خيام عندي يا طير الحر اسمعوا عندي يا طير الحر اسمعوا راه كل قبيله وشر عنين يسمعوا صوتك عش يا سيدي راه عش وعرش بزاف الله عرش الاخبار جاب بنت الاكيد ما هو شر الاخبار كبرت يا لهوي ما موراك وتعزليت وليت نعرف نفرز لوانات الغافي الان حنا كنحلو على مستوى نفس الجمهور وبالتالي كانت هذه الفقره اللي هي جد متميزه ومتنوعه ومتفرده على اعتبار احتفاء بالنساء المبدعات بشكل عام والمبدعات في المجال الادبي وبالتالي حنا بغينا نبينوا ونرجو ان هناك الابداع في مجال كذلك ما هو مرتبط ما هو مهني وما هو يدوي بالتالي هذا الابداع الثقافي فني ابداعي وكذلك المجال التميز في العلوم وبالتالي انه كل مدين مدين المراه بهذا الغنى وهذه القوه ديالها اللي كتعطي واحد الشحنه واحد الدفعه في الحياه بشكل عام بالتالي كنزيد نشكر الاخوات اللي صاروا على تنظيم هذا الحفل البهيج واللي فيه توجه منيره وهذه النساء اللي جاوا يشرفونا في هذا اللقاء ونتمنى ان هذه تكون البدايه ديال مجموعه ديال الانشطه اللي تاخذ هذا الطابع الاحتفال بالمبدعات من مجموعه من المجالات وبالتالي هذه سنه نتمنى انها تستمر وتحتفل وتبرز المواهب والابداعات الفنيه ديال النساء بصفه عامه شكرا وحيي نساء مدينة أزمور ولن ننسى أيضا صديقة المبدعة فتيحة مزوكي يعني الجندي الخفي الجندي الخفي أقدم كافة التهاني إلى كل نساء العالم إلى النساء الزموريات إلى النساء الجديديات وإلى المرأة المغربية تحية للمرأة المغربية المبدعة المعطاءة التي أعطت وأخذت وما زالت تبدي وهذه ديواني وهذه روايتي عفوا جديدة أتمنى أن تروحكم طبعا لا أريد أن أقفز على المراحل ستقرونها وتكتشفون محتواها أهديها لكل واحد منكم هنا بقلب مفعم بالحياة بالإبداع وتحية لكل نساء العالم بسم الله الرحمن الرحيم اولا معتز كثيرا بالدعوه اللي قدمتها لي الشيخ بورياض المشجي نحضر في تظاهره ديال الاحتفال باليوم العالمي اليوم العالمي للمراه وهذا الاحتفال بالصناعه التقليديه المغربيه على العموم تواجد ديال رجال الصحافه ربما غادي يساهم بشكل كبير إخراج هذا المنتوج للعموم لأنه كيف ما كان الحال مجهودات اللي تبدلت إلى حدود اليوم من طرف الصناعة التقليدية من طرف وزارة الثقافة من طرف مجموعة ديال الجمعيات وفعاليات وتعاونيات ديال الصناعة التقليدية ربما خصها تزاد شوي شرط نضاف
باش هذا المنتوج يوصل للمستهلك ولكن يوصل له بالقيمة الأصلية نتاعو والأصول نتاعو اللي انطلقت من حاضرة أزمر. شكرا لكم جميعا وعيد سعيد للمرأة بيومها العالمي. مزاجها بأحذيتهم هذه سيدتي ذات الحروف المنظمة فيك ومن بتولة زغرولة لا تشبع الأشباع في هذا الزمن فالدرهم شتتنا وما عادت مياه أم الربيع تروي حرمة الطين. معارف فنيه وكذلك دورات تكوينيه في مجال تنميه القدرات النسائيه وكذلك هناك محاضرات وندوات في مجال الشق التالي. كان واحد اللقاء اللي هو فيه تمازج والالتقاء ما بين مجموعه ديال الفنون الابداعيه البنت وكذلك المجال المرتبط بصنع الحلويات والطبخ وكذلك الجانب المرتبط بالابداع الادبي وكذلك فقرات موسيقية جد متنوعة وبالتالي حاولنا أن نفتح اليوم نحتفل جميع النساء كل من موقعها ومن الجانب الإبداعي الذي يميز النساء في مجال الحياة. السلام عليكم، معكم الأستاذة حياة المحلي كاتبة وشاعرة. طبعا اليوم احتفيت بالمولود ديالي الجديد روايتي عذارى بين الحب والحرب واحتفيت به في مدينة أزمور الجميلة وأيضا في مكان رائع تراثي رائع في مركز التكوين المهني. وشرفني بالحضور السيد مندوب وزارة الثقافة أستاذ عريس وأيضا شرفني بالحضور السيد المدير الإقليمي وزارة الشباب والثقافة والتواصل. كنشكر السيدة مديرة المركز على الاستقبال وعلى الاحتفاء وتحياتي لجميع المبدعين الذين شرفوني في هذا المكان. وأنا اليوم سعيدة جدا بالاحتفاء بروايتي الجديدة وأيضا بالاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. ومن هذا المنبر أقول لكل النساء كل عام وأنتن رائعات، كل عام وأنتن بألف خير، وتحية لصحافة مدينة الجديدة ومدينة أزمور، كل الشكر والتقدير.